انا فرانا من سيوت نبشين من المسؤوب ونوت نوت امين ابال الدسين اخواتي الحبايب الغاليين، اهلا بكم في الحلقه السادسه من حلقات سلسله تعليم اللغه القبطيه. واحنا كنا وصلنا في الحلقه الخامسه لحد الحرف ال15، حرف الاكسي، وقلنا ان هو من الحروف ذات الاصوات المركبه. ندخل على طول في حلقتنا النهاردة. احنا بنبتدي بالحرف رقم 16، وهو حرف الاو. وحرف الاو يعني في اليوناني بيسموه اوميكرون، في عشان يميزوا صوته عن صوت الاوميجا، فهو اسمه صريح في اليوناني اوميكرون. يمكن سيدنا حضرة صاحب الحبرين يافتا الانبا ديمتريوس لما جه علمنا القبطي كان رافض كلمة ميكرون، لان ميكرون لفظ يونانية، فهو كان حابب ان هو يسميه او كوجي او او صغير، انما هو بالنسبة لنا احنا في القبطي اسمه او وبينطق واو. ربما تكون واو قصيرة، او نقدر نعتبرها ضمة في الكلمة. ناخد عليه امثلة مثلا زي كلمة ايفول بمعنى الى خارج او خارجا، ايفول. ونلاحظ هنا صوت الواو جاي بعد الفيتا، جاي اشبه ما يكون بالضمة. وطبعا مش هنرجع للكلام اللي احنا قلناه في تاني حلقة، ان الفيتا لما بيجي وراها حرف متحرك بتنطق في ايفول. ويمكن كنا قلناها المرة اللي فاتت ساعة لما كنا بنقول فول ايفول، حل. كلمة تانية زي مثلا كلمة تشو بمعنى زرع او غرسة. ندخل في استعمالنا ليتورجي شوية زي كلمة امتون، ودي بنستعملها في أشياء الراقدين. طوفي جن نيوتي نمن نسنيو اتا فينكوت افمتون ام او، الذين رقدوا وتنيحوا. امتون بمعنى استراح او تنيح. والكلمة الاشهر على الاطلاق بالنسبة لنا في تسبيحة البصخة، توك تيتي جوم جوم، توك تيتي جوم نمبي او جوم بمعنى قوة. يمكن احنا لما بنيجي نقولها ونتك قوي على الواو جوم، دي ليها قصة تاني. جوم بمعنى كتاب، انما قوة بمعنى جوم، توك تيتي جوم. ويمكن دي واضحة جدا في تسبيحة البصخة لحضرة صاحب الحبرين يافتا الانبا رافائيل، وهو محب جدا للغة القبطية. توك تيتي جوم. الحرف ال17 بالنسبة لنا هو حرف البي، ويمكن احنا كنا اخدناه في الرياضيات على انه باي، لما هو احنا عندنا هنا في القبطي اسمه بي وبيتنطق بي اللي هي حرف البي. تمام. فنيجي مثلا عندنا زي كلمة يوب
اللي هي أيوب الصديق، يوب. أو مثلا كلمة أوب، أوب النص التاني أو التلتين الأخرانيين من كلمة يوب، أوب اللي هي بمعنى عد، حد بيعد حاجة أو يحصيها، يعني أحصى أو عد، أحصي مع الأثمة. أوب. والكلمة الأشهر على الإطلاق، ودي بنستعملها في حياتنا اليومية بدل مرة مليون، يعني كلمة إبنيفما، إبنيفما، إبنيفما بمعنى روح. حتى احنا لما بنيجي نرشم الصليب نقول خنفران مفيوت نافشيري نامبي إبنيفما، إبنيفما. الحرف رقم 18 وهو حرف الرو، رو، رو، وهو أشبه كتابة بحرف البي في الإنجليش ولكنه بيختلف نطقا، رو. ورو احنا يمكن أخدناه الحلقة اللي فاتت في كلمتي ماريا ومكاري، وهو صوته ثابت، حرف ره، رو. وبرضه علشان ما نغوطش قوي فهو اسمه رو، لو كوننا منه كلمة اسمها كلمة رو دي بمعنى فم، رو، فم، رو. ودي بتتكرر كتير جدا ليتورجيا في تحرير الخدام، لما ابونا بيطلع يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم نيك افي ايك، بيبتدي يقول ان هما محللين من فم الثالوث القدوس ايفول خنرو انتت رياسة اواب رو، من فم رو. او مثلا البلد اللي بشر ليها معلمنا وابونا القديس مرقس الرسول الاسكندرية، راكوتي، راكوتي. ويمكن هنا برضو ظهر فيها حرف الاول كوجي او حرف الاوميكرون، فلما نيجي ننطقها بنخليها كضمة صغيرة بنقول راكوتي. او اللحن الشهير جدا بالنسبة لنا في التماجيد في اعياد القديسين، دايما بنقول لحن اسمه راشيني، راشي، راشي، راشي بمعنى فرح. الحرف 19 وهو اشبه نطقا وكتابة بحرف السي في الانجليش هو اسمه سيما، سيما، وبينطق سين. احنا ما عندناش احتمالية ان هو لو جه بعده حرف قابل للفتح او ما شابه او حرف ساكن ينطق كي، لا دي مش افيلبل عندنا قوي. يعني احنا عندنا هو ليه حالة واحدة وهي حرف السين، سيما. زي مثلا عندنا كلمة شهيرة جدا ابونا بيقولها في القداس، سوما، سوما، سوما بمعنى جسد. والشيء بالشيء يذكر، مدام ذكرنا السوما فبيعقب كلمة سوما في المردات الأخيرة ما قبل الاعتراف
كلمة اسنوف، اسنوف بمعنى دم، فبنقول بي سوما نم بي اسنوف انتي امانوئيل بنوتي، جسد ودم عمانوئيل إلهنا. سوما نم بي اسنوف. في كلمة تاني بنستعملها في صلاة التسبيحة اليومية، لما بنيجي نصلي في طلبة ختام التسبيحة بنقول افنوتي صمس ايرون، صمس صمس بمعنى ينظر او يتأمل، افنوتي صمس ايرون، يا الله انظر الينا، صمس. ندخل في الحرف الأخير في حلقة النهاردة علشان ما نبقاش طولنا عليكم، وهو الحرف رقم 20، وهو حرف الطاف، وده صوته ثابت ت أو طه في بعض الكلمات. يعني يمكن احنا قلنا على حرف الدلتا ان هو دال أو ذال، ولكن في بعض الكلمات التي تتطلب تضخيم بنمشيها ضاد، يعني مثلا دافيد دي كانت بالدلتا والدلتا دال، بس يعني مش تبقى دافيد، فاحنا هنقول ان هو ته او طه. لو جه مثلا وراء حرف الفا ما يتطلب تضخيم للكلمة، زي مثلا كلمة طماف. ولكن ندخل برضو في الاستعمالات الليتورجية. اللي احنا متعودين نسمعها كلمة طونك، طونك بشويس فنوتي، قم أيها الرب الإله ولتبدد أمام وجهك كل أعدائك. طونك طونك بمعنى قم، ومنها التصريف بتاعها في الماضي، ودي اللي بنستعملها تحية عيد القيامة. فاحنا بنقول بي خريستوس افتومف، افتومف بمعنى قام، ودي برضو ابونا بيستعملها في الاستعمالات الليتورجية لما بيقول افتومف ايفول خانيث موعود في القداس البسيلي. ويمكن بالنسبة لنا احنا كشمامسة الكلمة الاكثر استعمالا هي كلمة طب، طب طب بمعنى طلبة او يطلب او اطلبه او اطلب. ففي رفع بخور عشية وباكر المردات بتاعت الشماس كلها طوب طوب، هنا انت في نوتي نينان اطلبوا لك يرحمنا الله، او طوب هجين نيوتي من السنين وقطع فانكوت زي ما قلنا في أشياء الرقدين، اطلبوا عن ابائنا واخواتنا الذين رقدوا، او في أشياء القرابين طب هي جني ادفي ام اف رؤوش، اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين. طب طيب ناخد بعض الكلمات المركبة للقراية والتدريب، وكلها كلمات ليتورجية. فهنبتدي مثلا بكلمة طب هنا، طب هنا اطلبوا لكي او اطلب لكي، طب هنا. ناخد كلمة تاني للتدريب وهما كلمتين متلازمتين، بي سوما
الام بي اصنف جسد ودم، بي سوما نمبي اصنف. ناخد تحية عيد القيامة ختاما بيخريستوس افتومف، بيخريستوس افتومف، ونكتفي بالشوية دول على وعد قريب ان احنا نكمل مع بعض في الحلقة السابعة. محتاج صلواتكم من اجل ضعفي وجاي خاين بتويس.